نتواجد هنا في منطقة الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة. هنا يتجمهر الفلسطينيون ونستمع إليهم يهتفون ضد تواجد لمجموعة من أعضاء الكنيست الذين سيقومون بالدعوة لإخراج هذا التجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة. هذا التجمع الفلسطيني هو واحد من 25 تجمعا فلسطينيا يدعو أعضاء الكنيست لإخراجه وترحيل السكان الفلسطينيين منه. وهذا التجمع يعني إخراج الفلسطينيين منه أن هناك إخراج لما يقارب من 25 تجمعا فلسطينيا تمتد من شرق مدينة القدس المحتلة وصولا إلى تخوم البحر الميت، ما يعني قطع الضفة الغربية إلى منطقة شمالية ومنطقة جنوبية. على الجبل المقابل هناك تواجد لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، القوات التي تؤمن اقتحاما لأعضاء الكنيست الذين سيتواجدون في المقابل لهذا التجمع الفلسطيني، في إشارة منهم لدعوة إخراج هذا التجمع الفلسطيني من هنا وترحيل السكان الفلسطينيين حتى يسيطر المستوطنون على المنطقة الممتدة كما ذكرنا من شرق مدينة القدس المحتلة حتى البحر الميت، وهنا يمنع على الفلسطينيين بالتالي التواجد في هذه التجمعات. التجمعات هذه كما يصفها المحللون هي تقف شوكة في حلق المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1، هذا المخطط الذي سيفصل الضفة الغربية إلى شمالية وجنوبية إذا ما نفذ شرق مدينة القدس المحتلة. فهد العصا، العربي، الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير طالب الحكومة بتهجير قرية الخان الأحمر وأربعة تجمعات فلسطينية أخرى في القدس والخليل ورام الله وقلقيلية عقب إخلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي بؤرة استيطانية قرب نابلس بعد ساعات من إقامتها بقرار عرضه بن غفير. كوزير للأمن القومي يهمني ألا يكون هناك قانون للعرب وقانون لليهود. عندما ينفذ القانون يجب إنفاذه أيضا على الخان الأحمر وعلى التجمعات الفلسطينية الأخرى. ومن منطقة خان الأحمر معنا مراسلنا فادي العصا، ومن القدس انضم إلينا أيضا مراسلنا أحمد دراوشة. أبدأ معك فادي العصا، أنت تواجد إذن في منطقة خان الأحمر، كيف يبدو المشهد الميداني الآن؟ هنا نتواجد مع المواطنين الفلسطينيين في منطقة أو أحد التجمعات الفلسطينية الهامة والرئيسية في الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة. كما نشاهد في الصورة هناك تجمهر للمواطنين الفلسطينيين وصلوا هنا للتضامن مع أهالي هذه المنطقة لدفع المستوطنين وكذلك أيضا المخطط الاستيطاني في هذا الموقع. وكما يظهر أيضا في الصورة الأخرى أن هناك تجمهر لأعضاء من كنيسة الاحتلال، هم الآن يقفون على ذلك الجبل المطل على منطقة الخان الأحمر. هذا التجمع البدوي الفلسطيني هو واحد من 25 تجمعا فلسطينيا في منطقة شرق القدس حتى تخوم البحر الميت، وكذلك أيضا من ضمن 45 تجمعا في المنطقة الشرقية من الضفة الغربية المحتلة. إذا ما هجر هذا التجمع الفلسطيني يعني ذلك كما يرى الفلسطينيون أن هناك إزالة لهذه التجمعات تباعا التي تقف كما ذكرنا يمكن أن نقول أنها شوكة في المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1. هنا معنا يوسف أبو دهوك، هو أحد سكان منطقة الخان الأحمر. سيد يوسف، يعني هذه ليست المرة الأولى التي تهددون فيها بالتهجير، كيف تنظرون إلى هذا الواقع الآن؟ الآن بالنسبة للوضع في الخان الأحمر، الآن في تكالب من قبل القيادة الإسرائيلية، حكومة وتشريع ومحكمة. الآن جميع مكونات المجتمع الإسرائيلي الآن يقومون ويحاولون فعليا إقالة واقتلاع هذه القرية وتدميرها بكل المكونات تشريعيا وقضائيا. وحتى القرار التي صدر ليس قرارا قضائيا أو عدليا، لأن نحن موجودون منذ 73 عام في هذه المنطقة. هذا قرار سياسي، هدفهم استيطاني سياسي، ترحيل الناس من هذه الأراضي، تفريغ هذه الأراضي، لأن من القدس حتى البحر الميت ما في أي وجود فلسطيني، لا قرية ولا مخيم.
إلا التجمعات الفلسطينية. هذا الآن هدفهم أكبر من الخان الأحمر، هذه يعني ضرب القضية الفلسطينية، ضرب التواصل الفلسطيني. هم يريدون يعني إقالة وإقامة وترحيل الخان الأحمر من أجل يعني تنفيذ مشروعهم الاستيطاني اليمين المتطرف. طيب، ماذا تملكون للصمود في وجه هذا المخطط الاستيطاني؟ هذه ليست المرة الأولى التي أنتم تهددون فيها بالترحيل، ماذا تملكون الآن؟ نحن ندرك أن القيادة الإسرائيلية مصرة وتريد التنفيذ وتملك القوة العسكرية والقوة السياسية، ولكن احنا بهذه الإرادة بجموع الشعب الفلسطيني، الآن الشعب الفلسطيني لبى النداء خلال 24 ساعة، يعني سيأتون إلى الخان الأحمر. نحن نعول أول شيء على الله عز وجل ثم على أبناء الشعب الفلسطيني، لأن في حال تنفيذ أي قرار أو أي خطوة في الترحيل، جميع أبناء الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته، السلطة وأبناء الشعب الفلسطيني سيأتون إلى الخان الأحمر، وكل واحد في قريته سيقوم باحتجاج ضد ترحيل الخان الأحمر. الآن هم قاموا بإقامة بؤر استيطانية في نابلس، وأمام المبعوث الأمريكي أصدر وزير الجيش بإزالة هذه البؤرة، وكان عمرها 24 ساعة. هم الآن يسوون هذه البؤرة الاستيطانية بالخان الأحمر، الخان الأحمر عمره 73 سنة، هذا من أجل إيهام المجتمع الدولي، وهم يحاولون يعني أمام المجتمع يهيئون المجتمع الدولي حتى يعني يمتص قرار ترحيل الخان الأحمر. نعم، شكرا أخي يوسف. إذن أحد سكان الخان الأحمر واضح جدا من خلال حديثه أنه يفهم تماما البعد الميداني على الأرض، وكذلك أيضا حتى البعد الاستراتيجي والبعد السياسي في طريقة التعامل مع المنطقة الخان الأحمر والتجمعات الفلسطينية الممتدة في هذه المنطقة. كما ذكرنا هي منطقة مفتوحة كما يظهر في هذه الشاشة، عبارة عن سهول وجبال كذلك مفتوحة، ولا يسكنها إلا التجمعات الفلسطينية البدوية الممتدة ما بين هذه المساحات الشاسعة التي تمتد من شرق مدينة القدس المحتلة وصولا إلى تخوم البحر الميت. نعم، شكرا لك فادي العصا، مراسلنا. حدثتنا من منطقة الخان الأحمر، وينضم إلينا من القدس مراسلنا أحمد دراوشة. أحمد، أهلا بك معنا. إذن يعني حكومة نتنياهو التي تشهد خلافات داخلية واحتجاجات وتظاهرات في الشوارع، يعني كيف ستنعكس كل هذه الأمور على الوضع الفلسطيني وعلى سياسة الاستيطان التوسعية؟ هنادي، هناك مزاودات داخل الحكومة الإسرائيلية حول هدم البناء الفلسطيني في الضفة الغربية. بالأمس بعد تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، كتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تغريدة على حسابه في موقع تويتر، قال إن قوات الاحتلال هدمت منذ بداية العام، أي خلال الأسبوعين الأخيرين، 38 مبنى فلسطينيا في هذه المناطق. أي مع اختصام نهايات الأسبوع فإن قوات الاحتلال تهدم يوميا مبنيين فلسطينيين. المناطق التي تهدم فيها قوات الاحتلال بالأساس هي مناطق جيم، تشمل هذه المناطق الأغوار شمالي البحر الميت، جنوبي الضفة الغربية، وكافة المستوطنات الإسرائيلية. تشكل هذه المناطق نحو 60% من الضفة الغربية، وفي 60% من هذه 60% تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي أي بناء للفلسطينيين، بدعوى أن هذه المناطق إما محميات طبيعية أو أنها مناطق لتدريب الجيش الإسرائيلي. وفيما تبقى من مناطق، أي 40% التي تبقت، فإن استصدار أمر للبناء يعد من سابع المستحيلات، ويحتاج إلى موافقة أمنية إسرائيلية من مستويات رفيعة المستوى، تصر عادة على عدم السماح للفلسطينيين بالبناء من أجل ضمان أغلبية ديموغرافية للمستوطنين في هذه المناطق. عدد المستوطنين في مناطق جيم يقدر بنحو 320 ألف مستوطن، بينما يقدر عدد الفلسطينيين في هذه المناطق ب 300 ألف مستوطن. هذه المناطق بنسبتها العالية جدا من الضفة الغربية هي الفرصة الوحيدة للمدن الفلسطينية للتمدد وللتوسع، لأن المناطق الأخرى داخل المدن الفلسطينية هي مكتظة للغاية، لا يمكن الاستمرار في البناء فيها فقط خلال العقود المقبلة.
بمعنى أن إسرائيل عندما تمنع البناء الفلسطيني في هذه المناطق فإنها تمنع التوسع الفلسطيني عموما، ليس فقط في مناطق جيم إنما في كل مناطق الضفة الغربية. أكثر من حزب إسرائيلي تحديدا أحزاب الصهيونية الدينية ضمن برنامجها السياسي للانتخابات تصر على ضم هذه المناطق. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن خطة في العام 2019 عن ضم هذه المناطق، كانت الخطة تبدأ بضم الأغوار لاحقا لتتوسع إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، لكن هذا الأمر توقف نتيجة لضغوطات دولية. لكن على أرض الواقع ما تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي بسياسات من الحكومة العليا تفرض أمرا واقعا في الضفة الغربية وتفرض ضما واقعا. من يستمع إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين يعتقد أن الفلسطينيين هم من يبنون على أراضي الإسرائيليين، وليس أن الإسرائيليين المستوطنين الإسرائيليين يبنون على الأراضي الفلسطينية العامة والأراضي الفلسطينية الخاصة. هنالي شكرا لك أحمد روشة مراسلنا من القدس، كما نشكر أيضا مراسلنا فادي العصا من منطقة الخان الأحمر على هذه الإيضاحات.